هذا القرآن. تريدون أن نقرأ من القرآن؟ نقرأ من القرآن. لقد كفر، هذه في سورة المائدة، كله كفر، كفر 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 واقتل، اقتل الأبرياء. هذه سورة المائدة، ها، 72. لقد كفر الذين قالوا أن الله هو المسيح ابن مريم، أوكي. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. كفر، عندما يكفر، عندما يقرؤون مسلمون، آها، عندما يقرؤون مسلمون يقولون آها، مسيحيين كفار، فتاوي قتل المسيحيين. وبالتالي هذه الفتاوي تتوسع، إذا امرأة سمت كلبها حمودي كفروها، إذا أغنية أخرجوا لنا سطر لم يعجب جماعة الفتاوي كفروها ويقتلون. هكذا الشرق الأوسط ماشي بالتكفير. طيب هو قرآنكم كله كفر، كفر الأرض كلها. وثانيا أريد أن أقول وأضفته في حلقات سابقة باستمرار وأكرره، أنتم لماذا لا تكفرون محمد نفسه؟ اذهبوا كفروا محمد، محمد هو الذي بدأ بالقتل وبالسبي وبالدمار كله في القرآن، لماذا تذهبون على المبدعين وتقتلوهم؟ دعونا نقرأ. وأنا قلت في هذه الحلقات قرأت، يعني قرأت حول الغزوات، اذهبوا كفروا محمد، اذهبوا إلى محمد قولوا له يا محمد أنت لماذا تقتل الناس أبرياء؟ دعونا نقرأ. هذا أنا في الحوار المتمدن، الكاتب عها الصفوان، الغزوات الإسلامية قراءة أخلاقية، قرأته أنا لكن أريد أن أكرره مرة أخرى. يقول الغزوة، ما هو تعريف الغزوة؟ الغزوة بالتعريف هي الذهاب إلى أرض العدو وقتاله في أرضه، أي أن تغير عليه وتبادره أنت بالقتال، هي سلب كل شيء تتمكن منه من نساء وأطفال ورجال وممتلكات واعتبار وغنائم توزع على المغيرين حسب مكانتهم. ومن ذلك نفهم أن الغزو هو عمل بشع ومقيد بكل المعايير الإنسانية لا يقبله ضمير أو وجدان، وإلا لو وجدنا أن شريعة الغزو، أنا هنا لاحظ، شريعة الغزو مطبقة الآن بنفس الطريقة والأسلوب التي مورست بها قديما. والمؤسف جدا في هذا العمل الذي مارسه العرب قديما أنه انتقل إلى الإسلام ومارسه رسول المسلمين بنفسه أحيانا وبإرساله سرايا في أحيان أخرى. ومهما حاولنا التبرير لهذه الغزوات فهي فعل لا يقبله، لاحظ، لا يقبله عقل، ويذهب بإنسانيتنا بعيدا عن القيم والأخلاق. ولمعرفة مدى السوء في هذا الفعل المشين، دعونا نتصور أحد هجم على بيتك وفي غفلة منك واستباح عائلتك وأخذ زوجتك حلالا له وقتل أولادك وأخذ ما تملكه في بيتك، والذي تعبت أنت والذي تعبت كثيرا لأجل الحصول عليه ليعينك وأسرتك في هذه الحياة. تخيل نفسك مكان من غزاه محمد وقتل من قتل وسبى وأخذ النساء، إنها لجريمة كبرى وتعجز العقول. لاحظ هذه الكلمة، يقول تعجز العقول تخيلها، فكيف برسول إذن؟ هنا لاحظ، كيف برسول من عند الله؟ المشكلة من عند الله يقولون يفعلها، بل يؤيده الله بالقرآن، يؤيد يا محمد اذهب اقتل دمر حطه. أي إله هذا؟ لاحظ يقول أي إله هذا الذي يفعل ذلك، وأي رسول وأي رسالة؟ قتل وإرهاب بدون حساب، غايته النساء والأموال والجوار وتأسيس دولة على دماء المستضعفين والأبرياء. وهذه الغزوات التي كانت بداية ضد المجموعات والقبائل المجاورة تحولت إلى حروب، دخلوا على العراق ودخلوا على الأمازيغ ودخلوا على مصر، يسلبون ويقتلون ويكفرون. وأوسع، لاحظ، تحولت إلى حروب أكبر وأوسع تحت مسميات الفتح ونشر الدين والتسامح. جاء في سورة الأنفال، لاحظ الآية 65-88، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. وهذا ما فعله محمد، أمر بالغزو وقاده بنفسه حتى بلغت مغازية التي غزا فيها بنفسه 29. هذه غزواتي أمامكم،
غزوة ودان الأولى هذه أولا، ثانيا غزوة بوار من رقم 2، واستمروا اقرأوا إلى 29 إلى آخر وحدة، هاي بنفسه تسمى غزوة التي قادها بنفسه، وهناك تسمى سرايا، هذه لم يقودها بنفسه، سرية أو سرايا، هذا أوصى بها وذهبوا جماعته للتدمير، حيث أن معظم الغزوات نزلت بها الآيات. لاحظ الغزوات يشجعها القرآن بدلالة على رضا الله عنها، فهي غزوات يرافقها الوحي، لأنه لديه وحي، اقتل يا محمد وأسلم، هي تلبية لطلب الله بقتال من لا يؤمن بالله والرسول. جاء في سورة التوبة، لاحظ نقرأ سورة التوبة، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أي إن كل الغزوات كانت عملا أخلاقيا مشروعا مطلوبا من الله بشكل مباشر وصريح وبتبريرات من الله نفسه، لأن الآخر لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالرسول، ولكي يدفع الجزية أي لتأمين المال، فيذهبون على إنسان يكفروا أنت تجاوزت على الرسول كافر، يذهبون على العراقيين أنتم كفرة تعبدون ثلاثة آلهة اقتلوهم، يذهبون على مصر أنتم مسيحيين كفرة اقتلوهم، أصبحت تجارة وأصبح السلطة وأصبح استعمار وأصبح تدمير، وأتى التدمير على المسكينة ذكرى. هكذا هي هذه اللعبة الإسلامية، عصابة أنظمة فاسدة سلبية تخرب تخريب. هذا في قناة مصرية نسمعه، وكيف يدين آل سعود في قتل ذكرى، أيضا وضعته يعني في فيديو سابق، لكن نسمعه هنا في هذه الحلقة مرة أخرى. أوكي، نشغل هذا الفيديو شباب. ما بقى ذكرى قبل ما يقتلوها، بعد ما غنت الاغنيه بتاعت هي اللي لابسه بتاع الفلسطيني ده. على فكره ذكرى كانت من اسباب الرئيسيه، وما قال لك جريمه قتله ايمن السويدي، كانت عملت اغنيه وموجوده على النت على فكره، كان كتبها معمر القذافي رئيس قائد ليبيا، بيشتم فيها في السعوديه باللي بيقول بيها بدل ما تحجوا للكعبه حجوا للفاتيكان، وغنتها بصوتها بجد؟ وحاكم مكه مهبول ابن مهبول مسطول. لا 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 مسطول، لا ده اغنيه خطيره جدا، موجوده على النت، اللي هي بعدها ما عاشتش ذكرى خالص. طب دي ازاي في صوره كده يا ابو علي؟ دي وهيفاء يعني صوره كده، اصل الصوره دي بتتكلم عن نفسها برضه، وفيها ناس كده يعني سعوديين. احنا عايزين نعرف بقى مين السعوديين دول بقى. دي كانت حفله خاصه، ورينا كده يا عم عماد. ايوه هذا حديث ايضا يشير الى تدبيرات السعوديه لقتل ذكرى، وايضا وضعت يعني فيديو اخر ايضا اضعه مره اخرى لذكرى نفسها، هذه الامراه العظيمه تتحدث حول التهديد، حتى وصل التهديد هي تقول الى حد انه ممكن شنق هذا، تقول هذا انا وضعته، لكن نشاهده معا، يعني نشاهده معا مره اخرى. اوكي، من يريد ان يعني يؤذيك بشكل او باخر، ولماذا؟ لماذا ذكرى بالذات؟ انا بصراحه بيني وبينك استاذ زاهي، انا كمان سالت نفسي السؤال، يعني انك تضر حد بالدرجه ديت، يعني ده صعب بصراحه، صعب، ما تقدرش حتى تستوعبه، يعني حتى مثلا اللي بي بي بيتربص بيك فنيا ممكن يطلع عليك اشاعه، ممكن يقول في حقك حاجه غلط، انما الحبل المشنقه، انما الحبل المشنقه. لاحظ تصور، يعني تقول ممكن يصبح انتقاد فني، ممكن يتربص بك فنيا، لكن يوصلك الى حبل المشنقه. فهي من هذا الكلام هي كانت قلقه، وهي تعرف هناك مؤامرات بدأت تعرف، وبالتالي بالطبع هي تتحدث مع أخوها وعائلتها، يعني عندما تلتقي معهم فهي تتحدث بهذا القلق،
تتحدث بهذا القلق أن هناك خيوط تلتف حولها شيئا فشيئا. بصراحة يعني طب ليه شو طلعت الإجابة؟ سألت نفسك السؤال؟ سألت نفسي الجواب. عدة مرات والله إني ما توصلت الجواب. يعني أنا ما أظنش إنه كل ده عشان أنا بغني خليجي. لا لازم نشكرك إذا بتغني بلهجات متعددة، مش لازم نزعل. هذا بالضبط يعني أنا غنيت ليبي، غنيت جزائري، طبعا غنيت تونس بلدي أكيد. طيب لبناني وإن شاء الله. لاحظ هذه البريئة، بريئة جدا جدا، بريئة بريئة، وأدخلوها في هذه الوحشية وقتلوها.